نستطيع أن أقول بأن قصر المناعة قديم، يرجع قدمه إلى حوالي أكثر من 11 قرن بني هذا القصر، ولقد ورد ذكره عند البكري في القرن الخامس الهجري في كتابه، وكذلك ذكره ابن خلدون في كتابه وسماه قلعة وقليعة واقعة في الجنوب من منطقة وركلة. والوصف الدقيق هو الذي أورده لنا الرحالة العياشي، وهو رحالة مغربي في رحلته إلى الحج. هذه الرحلة كانت في حوالي سنة 1662 الميلاد. في هذه الرحلة وصف قصر المنيعة الذي مر به وبقي به يوما أو يومين بأنه قصر مبني على سفح جبل صلد به تحيط به النخيل في أسفله وماؤه طيب. قصر المنيعة الذي يعتبر فريدا من نوعه، خاصة أنه من الناحية المعمارية يتكون من ثلاث أسوار، وهو القصر الوحيد في المنطقة الصحراوية الذي يتميز بهذه الميزة. بالنسبة لتقسيم القصر أو أقسام معمارية للقصر صح التعبير، نلاحظ هنا المستوى الأول اللي هو مساكن الرعية، المستوى الثاني اللي يقع فيه القصبة، البرج، المسجد، والمستوى الثالث اللي هو الجماعة الفوقانية كما يسمونه. بالنسبة للمواد البناء كما تحدثنا عليها في سابقا، عبارة عن حجارة، مواد طين، كذلك عبارة عن جبس أو كما يسمى بتيبشنت هنا في المنطقة. بالنسبة للعناصر المعمارية، العناصر المعمارية كما نشاهد هناك مداخل مقوسة فيها عبارة عن أقواس، مدخلين أو ثلاثة، في كل مدخل ما يعني المرور من منطقة إلى أخرى هناك مدخل أو باب. نستطيع أن نجد داخل القصر منازل، هذه المنازل تحدثنا عليها منازل عادية، منازل مبنية من الحجارة والطين كذلك، مسقفة بالجريد وبسيقان النخيل. هناك العنصر الثاني المهم الموجود اللي هو المسجد، اللي هو مسجد كما قلت في البداية مسجد من حيث لا نجد فيه زخرفة كثيرة، هو بسيط من حيث البناء المعماري، ولكن نجد فيه جميع عناصر المكونة للمسجد من بوائك، من أقواس، من محراب، من كذلك منبر. كل هذه العناصر نجدها داخل المسجد القديم في قصر المنيعة. العنصر المهم كذلك هو البرج أو ما يسمى بالقصبة. القصبة هذه اللي كان يسكن فيها مجموعة من المنازل، أنا كان يسكن الحاكم، وكذلك البرج اللي هو يعتبر عنصر جد مهم استراتيجي في عملية المراقبة. وداخل البرج هذا نجد عنصر مهم آخر اللي هو البئر اللي يوفر الماء للسكان داخل القصر. الآن الخطوة المهمة أكثر هي الحفاظ على هذا المعلم التاريخي وإبقائه للأجيال القادمة، وربما استغلاله استغلال مباشر في عملية
تطوير السياحة الثقافية أو السياحة عفوا التاريخية اللي عندها ارتباط مباشر بالآثار نتاع المنطقة.